تحية حقوقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع ديال آسفي اليوم بمعية الباعة الجائلين المقصيين من السوق ديال البركة ديال الكورس وكذلك الفئة الأخرى التي تم التطاول على الأرقام ديالها من بعد واحد القرعة كي نظموا اليوم واحد الوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بآسفي تزامنا مع هذه الجلسة اللي غيتقدموا فيها هاد المعتقلين في حالة ديال الاعتقال. إذا حنا كنطالبوا بأن تفتح واحد التحقيق نزيه من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، من أجل أن المعتقل عبد الجليل اللي هو مقصي من السوق أنه تعطاه الرقم ديالو وتعطاه بلاصة ديالو ويرجع يزاول المهنة ديالو، وبالمناسبة فهو راه كيزاول المهنة منذ 12 سنة وماشي غير المهنة ديال هذا الشيء ديال البيع هذا الشيء ديال الأسواق، ولكن الأب ديالو كذلك هو كان بائع متجول منذ 30 سنة وعنده يعني عنده شهود وعنده عريضة بأنه هو يزاول هذه المهنة. إذا نحمل الدولة المسؤولية ديال ما يقع، وأتمنى اليوم أنه يتم الإفراج على هذا المعتقلين. خليت بيه القيد هاجروا وزاحوا لقد ودي ما تعيد لا ما خاش ودي ما تعيد وين ما يسلي ودي ولا يسلي خبزة لما شغالي من ناكوش ودي لما جامي من ناكوش دولي الشن هدي هو يجري ودي ولي عدي وما يشتي هدي شبلينين ودولي الحبس ما عدي باش جيبني ما عدي ملك كلهم ما عدي باش عيد خرجوني يا ودي أنا دي هو ودولي يعني شوما أنا كنطلب من هاد السلطات المحلية تطلق ولدي راه ما دير حتى شي حاجة وهما راهم عارفين اللي كاين راه العواشر هادي وراه العيد هذا وراه 4 أشهر ولا 5 وهو قاعد تيناضل على قبل هاد الشيء ما هو كيصرخ ما كيدير حتى شي حاجه راه هما عارفين كل شيء بلا ما نقولوا لهم حتى شي حاجه هو راه ما يمكنش ليه غيضرب قيد ما يمكنش ليه يحط يده على القيد القيد راه كدوز غير من حداه ما كتقدرش تحط عليه يدك راه ما يمكنش غيضرب قيد هذا هو ما كيعمرو ما تخاصم حتى مع شي واحد وما عمرو ما جا حتى شي محكمه ولا كوميساريه ولا شي حاجه مفاتن مع شي واحد ما يمكنش وبغاو اليوم صباح بغا يضرب قيد تهمه تخيبه انا ام الولد عبد الجليل انا الام ديالو قصة كيفاش وقعت سيدي كيمشي ليه هو ما عارف لا جمعية ولا غيرها ما كيعرف غير القيد هو اللي كيفرق هذوك البلايص قال لك ملي كيخرجوا للشانطي كيجيهم القيد ما كتجيهمش الجمعية كيقول لهم راهو من الشانطي القيد هو عارف دابا القيد اللي كيعطي هذا البلايص هادشي علاش كيمشي عندو كيقول ليه بلاصتي ما فراسوش هو الجمعيات كيفاش تعتقل بغا يعتقلوا هما روح حيد روح ما تبيعش روح ما ديرش روح ما تفعلش فين غيمشي واش يمشي يسرق واش كتقبلوا الشوفور ما كيتقبلوش الشوفور نهائيا بصفه نهائيه واش غيدير هاد الول راه عنده بنته وعنده مرته وعنده دار وعنده مسؤولياته واش كي غادي يدير هادشي راه ظلم مع عباد الله وحنا كنطلبوا من جلاله الملك يتدخل في هادشي يتدخل في هاد السوق المسعور خويا حنا مقصيين من هاد السوق هذا سوق البركه الناس دخلوا السوق حنا ما دخلناش مشيت عند القيد خالد في الكورس دخلت عنده قال لي راك الشطر الاول الشطر الثاني الشطر الاول قال لي يدخل الناس المستافدين واللي ما مستافدينش غندخلهم واحد الوسعه تمايا
واليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا ما دخلنا حتى ديك الوسع، الوسع استغلوها دوك فيدراليه اصحاب البال، عطاو اصحاب البال، حنا ما استفدناش اليومين هذا، حنا ما استفدناش، حنا كنطالبوا كنطالبوا باش نستافدوا حنا من ذاك السوق، حنا نبيعوا ونشروا، هذا هو المطلب ديالنا. وخونا عبد الجليل المشديد هو ام حسين طلبوا البراءه ديالهم لانه ما جروش، ما جروش هو، ما جرش قميجه ديال القيد، جروا واحد اخر اللي معاهم. كذلك انهم دارت قرعه وتعطات ارقام وبين عشيه وضحاها كيتم الاستبدال ديال هاد الارقام بارقام اخرى. الدوله قال لك باغا تنظم، اش غتنظم في الوقت اللي خصها تنظم؟ هي كتخلق ثغرات وكتخلق فوضى وكتولي كطارد هاد الفقراء وهاد الناس اللي كيترزقوا على الله. السلطات خصكم تعرفوا اليوم هاد الناس راهم 100 يوم ما عندهم حتى ريال، ما كيديروا حتى شي خدمه، دابا ما كيشروا السلعه وكتجدوا عليهم 100 يوم باش غيضحيوا باش غياكلوا. عيب. ما عرفت والو والله، ما سمعت شي حاجه الكثره ديال الهضره، ما فهمت فيها والو، واقين غير رجعوا واقيلا. طلب ولدي يخرج لانني عارفه مظلوم، ما داير شي حاجه، هما مظلومين وهادشي اللي كاين هنا حتى هو مظلوم، كلشي خاصو بلاصتو، هادشي كلشي كيهضر على بلاصتو، هادشي اللي تابعهم هنا قال لك بلايصهم مغيرين ماشي هما هادوك، هادشي كلشي اللي كاين هنا مظلوم الصراحه. هاد الناس هادو راه كنهضروا على حقهم، وهذاك القيد كاين الشهود كاين كلشي، حلف عليهم حلف عليهم كيحلف عليهم كيصيفطهم للحبس. وبغينا نعرفوا حنا هادشي شنو واش حنايا ردنا الوكيل ديك النهار قال لنا رجعوا عند الوكيل يدير معاكم معاينه عند البوليس، صدقوا البوليس ما صيفط لنا السيد على والو، ملي مشينا عندهم قال لنا راه صيفطنا لكم، راه درنا معاينه بواحد العلام والعلام كامل ولا كيتفرج فينا، وحشومه صاحبي العلام كيتفرج فينا في المغرب ولا يضحك علينا، راه حشومه هادشي حشومه هادشي حشومه. وهاد الناس طلبوا لهم حنايا بابي اي خرجوا، راه ما دايرين والو، ما دايرين لا تهمه، ما كيبيعوا لا حشيش، ما كيسرقوا ما كيضربوا ما والو، اش دايرين؟ باغي بلاصه باش يعيش، ما كيطلب من الدولة والو. اليوم اليوم قبل غدا والصالح ولا بد، اليوم اليوم قبل غدا والصالح ولا بد، وكاع حاقدين ودونا كاملين، وكاع حاقدين ودونا كاملين. إرجاع الحقوق المهضومة ديال هاد الناس. المطلب الثالث هو فتح تحقيق في السوق في التجاوزات اللي دار، ويرجع الأمور إلى نصابها وإعطاء الحق لداوي. لأن السلطات المعنية تحمل المسؤولية ديالها في كافة الخروقات اللي كاينة في هذا السوق ديال القرض ديال الكورس، وكنظن بأن هاد السلطات ما استفدتش من التجارب اللي كاينة في مدن أخرى، ولا اللي هي فاشلة ديال هاد السوق، فاش كتولى الأمور للناس اللي ماشي ديالهم غالبا كنلقاو أن كيكون الفشل ديال اللي كيقولوا بأنهم كيحلوا المشكل ديال المعالم المتجولين وديال ما كيسموه هما تحرير الشارع العام، في الوقت اللي الشارع العام هو ديال المواطنين، الشارع العام هو ديال الناس المعنيين اللي كيطلبوا على القوت اليومي ديالهم، الشارع هو ديال الناس اللي كيقلبوا على الحياه، كيقلبوا على الحد الادنى من الحياه والكرامه.